بحسب تصويت كونغرس الاتحاد الدولي للعبة الفيفا الذي أجري اليوم الأربعاء، فاز الملف الثلاثي المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك بحق استضافة كأس العالم في كرة القدم 2026 على حساب الملف المغربي. وقال رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو بعد نهاية عملية التصويت: لدينا فائز، تم اختيار المكسيك، كندا، الولايات المتحدة من قبل كونغرس الفيفا لاستضافة كأس العالم 2026. ونال الملف المشترك 134 صوتا مقابل 65 صوتا لملف المغرب.